طبعا المفترض ان انتوا هتعرفوا ان انا هتكلم في ايه النهارده. حد عارف هتكلم في ايه؟ اول مره تحضروا معايا؟ اه ياه. طيب كويس. اسمي المأمون جو، عميد كليه احدى الكليات، استاذ القانون العام والتشريعات الاقتصاديه، محامي بالنقد. طبعا تواجدت مع منذ انشاء المعهد مع زملاء خريجين. النهارده تخيلت ان اتكلم معاكم في الضرائب، اهم شغل وبيتم اهماله بالنسبه للمحامي. فيا ترى المحامي عنده فكره عن موضوع الضرائب؟ عنده فكره عن موضوع الفاتوره الالكترونيه؟ عنده فكره عن القانون 91/2005 او قانون القيمه المضافه او التعديلات الجديده؟ بالطبع كثير منكم بيغفل عن فهم الضرائب. اذا كان فيكم حد يعمل في الضرائب خير وبركه، مش حد بيعمل رجاء الانتباه. فمحاضره اليوم او لقاء اليوم توضيح لبعض المفاهيم المغلوطه. فاذا بدات اقول ايه، هخليها فيها عصف ذهني شويه، عصف ذهني فيها جانب اكاديمي وجانب تطبيق، فيها حوار نقاش بيننا ومن بعض بحيث نخرج بنتيجه. النتيجه دي هتفيدكم وهتفيد النقابه، فانتم مشاركين بحكم عملكم، بحكم فهمكم للامور وعيكم. هتعرفوا اللي ما عندوش وعي ضريبي يا شباب، اللي ما عندوش وعي ضريبي ما عندوش وعي في حاجه. الحياه النهارده فنضع مسلمات في واقع الامر. قد اكون قد شرفت باننا في لجنه الفاتوره الالكترونيه وليا فيها دراسات، وبحكم تخصصي كاستاذ القانون العام والتشريعات الاقتصادية والمالية والضريبية هتكلم معاكم. فرجاء انتبهوا معايا، ركزوا بقى بحسكم السياسي، بحسكم الاجتماعي، بحسكم الاقتصادي. واحنا درسنا لكم في اولى كلية نظم سياسية ونظم دستورية، ها، واقتصاد سياسي، صح ولا غلط؟ ودولي وخلاف ومنظمات دولية. يعني انت يا راجل يا محامي، انت رجل جامع مانع بتاع كل حاجة، أنت المهني الوحيد اللي بتخدم كل الناس وبتتعامل مع كل الفئات بخلاف الطبيب، ملوش إلا المرضى، أنت المرضى والأصحاء. بتعامل المهندس والطبيب والمحاسب، يعني أنت راجل جامع مانع. فمن العيب كل العيب أن نجد أستاذ محامي، أستاذة محامية يعني ما عندهاش وعي، لا وعي سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي، لا غلط. في حينك مذكراتك وفي مرافعاتك كل ده انت بتجمعه. فما دولة في ظل أزمة اقتصادية ما روحش أتكلم عن الرفاهية؟ دولة في ظل أزمات متتالية ما روحش أتكلم عن إيه؟ عن الرفاهية. أتكلم في أمور أخرى، ما روحش أتكلم عن تقليص موارد الدولة، أتكلم عن زيادة موارد الدولة. ما اتكلمش بنظرة تشاؤمية، اتكلم دايما بنظرة تفاؤلية. كما علمونا تفاءلوا بالخير تجدونه. طيب، طلع مجموعة من المسلمات، ثم ندخل ايه على موضوع الفاتورة الالكترونية. ثم هسألكم، هو في حد عندكم علم بيها؟ كيفيتها، آلياتها ايه؟ يا ترى المحامي هيتعامل ازاي؟ نشوف. فنبدأ بعد الاستعانة بالله نقول ايه؟ ندرك جيدا دور الدولة في حفظ الأمن بشقيه. أي دولة في العالم، أي حكومة ناضجة في العالم، دورها تحفظ الأمن بشقيه، الأمن النفسي والأمن المادي. أي دولة ناضجة كده، الأمن النفسي تحميك داخليا وخارجيا، تعلمك،
تعالجك، تعمل لك طرق، كباري، نوادي، إشباع نفسي، إشباع نفسي. والإشباع النفسي مقدم على الإشباع المادي. يعني أنا قاعد معكم دلوقتي أشرب مية، لو كنت آمن نفسيا، مش آمن نفسيا مش هشربها، مش هجلس في هذا المحاضرة. إذا الأمن النفسي مقدم على الأمن المادي. أي دولة مهمتها تحقيق الأمن النفسي. طب الأمن النفسي يجلب إيه؟ أمن مادي. لما تكون بلد آمنة نفسيا فيها استقرار هتجذب استثمار. عن طريق من؟ عن طريق مادتها. مين مادتها؟ أنتم. مادة الأمة وسر بقائها أي دولة، شبابها، أبنائها، مهنيين، علماء، دول مادتها. طيب أجي أقول عشان نفهم يعني إيه ضريبة، ونفهم يعني إيه فاتورة، والدولة عاوزة تعمل إيه؟ هل هي مثلا مستقصدة المحامين؟ هنشوف. مستقصدة الأطباء؟ هنشوف. طب عاوزة تعملي فيهم إيه؟ وهما ممكن يعملوا إيه؟ طيب فلازم ننشر الوعي الضريبي. يا جماعة أنتوا دلوقتي بتفرضوا ضريبة تلو ضريبة. أنا أسلم مفيش دولة في العالم متقدمة أو نامية أو متخلفة إلا بتفرض ضرائب. أمريكا وسلطاتها بأموالها واقتصادها والناتج الإجمالي بتاعها بتفرض ضرائب. فرنسا 70% من دخل الإنسان ضرائب، 70%. أندونيسيا، سنغافورة، كل دول العالم، حتى الصومال الدول الفاشلة بتفرض ضرائب، لأن ده مورد سيادي من موارد الدولة، الأساس اللي على أساسه الدولة بتفرض الضرائب. فاكرينه؟ ليه الدولة بتفرض ضرائب؟ انت درستوا ده في المالية العامة؟ ولا انت كنتش روح كليات خالص؟ واضح. ايه الأساس اللي بيجعل الدولة تفرض ضريبة؟ ها؟ حد عارف فاهم؟ ايه الأساس؟ بقولها مثلا يا دولة مصرية، انت ليه بتفرض ضريبة علينا؟ ايه الأساس؟ ها؟ حد فكروا معايا واعملوا في حاجة اسمها عصف ذهني. فكر فكر. انت محامي، اتفضل قول، اتفضل. اتفضل يا استاذ بتتكلم. ما تكلمش نفسك، اتكلم. يعني الأساس بقى، الأساس ايه؟ من منطلق ايه؟ هي القوة؟ ولا فيه عقد بينك وبينها؟ ولا هي ماما وبابا؟ ولا ايه؟ قول لي كده فهمني. ايه الأساس؟ اتفضل يا فندم. يعني مقابل ان هي تدافع عن مين؟ ما انت اللي هتدافع، ما انت الجندي. الانتفاع. طيب ماشي. حد تاني؟ النوع الاخر عندكم ايه؟ ولا النوع الاول؟ خليكم انتوا النوع الاخر. ها؟ حد فاهم؟ طيب ما نقول ايا كان الاساس اللي بتستند اليه الدوله في دفع الضريبه. اساس السياده ان انا اقود، انا السيد. أو أساس العقد الاجتماعي، الدولة بينها وبين مواطنيها عقد. ما احنا قلنا أركان الدولة إيه؟ مش شعب وإقليم وسلطة. في حاجة رابعة، الشعب بيختار السلطة، والاثنين بيحموا الإقليم. طيب أحمي الإقليم إزاي؟ إن دفع عن طريق مين؟ عن طريق الشعب. مين يوفر الشعب الآليات؟ السلطة. إذا في إيه؟ تداخل. طيب اذا الاساس اللي بتفرض الدوله الضرائب، مش هسال عنه ايا كان سياده الدوله او العقد الاجتماعي، الدوله بتفرض ضريبه. المشاع انه مقابل الخدمات العامه. مقابل ايه؟ الخدمات العامه. هو انا موازنه الدوله المصريه المطلع عليكم بقى، وده اللي بعيبه على الساده المحامين اللي ما يفهمش اقتصاد ومش يفهم حاجه. ده علم الحياه. رجل القانون يجب ان يكون رجل اقتصاد فاهم. عالم اليوم تحركه المصالح الاقتصاديه، عالم اليوم. فالنهارده لما اجي اقول ان الدوله هتفرض ضريبه على المواطن، ليه؟ على اجل الخدمات العامه مثلا. المواطن محتاج تعليم، محتاج صحه، محتاج طرق، محتاج اسكان، محتاج زواج، محتاج امن غذائي، أمن صناعي، محتاج تشغيل، نشغل عمالة، محتاج حاجات كتيرة جدا. نجيب منين؟ عندي موارد.
مواردك هي دولة مصرية، عندي في موارد سيادية أهمها إيه؟ الضرائب، أهمها إيه؟ الضرائب، وفي موارد أخرى. وثقوا تمام الثقة إن ربنا سبحانه وتعالى حب الدولة المصرية بموارد مش موجودة في أي دولة في العالم، وكان أهمها المورد البشري. ها؟ لا أنا أتكلم أنا عاوزكم تعيشوا معايا الحالة عشان ما تيجي تحكم بعد كده احكم بعقلك مش بهواك. قال تعالى وإذا قلتم فعدلوا، اعدل في الكلمة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هنا ما أتكلم عن أساس فرض الضريبة أيا كان، لكن المشاع أنها مقابل خدمات العام. طيب مش أنظر لموازنة الدولة المصرية في العام 23-24، مش أقول بقى قديمة، أقول أن إيرادات الدولة ومصروفاتها وصلت موازنة هذا العام 3 تريليون جنيه. نفهموا الأرقام، 3 تريليون جنيه دي مصروفات. عندي إيرادات 2.2 تريليون، أبقى عندي عجز ولا فائض؟ عاوزكم تشتروا معايا، عجز ولا فائض يا جماعة؟ عجز. عجز كام؟ 800 مليون. نجيبهم منين؟ طيب خلي بالك نفهم. طب احنا عاوزين نعرف الضرايب نصيبها كام؟ 1.2 تريليون. في حدود كده 1.2 تريليون، والباقي موارد أخرى. موارد أخرى. موارد إيه؟ أخرى. طيب. أنا ما أحبش الباب يتفتح وأنا بشتغل يا ريس. خلاص؟ موارد أخرى. طيب. هنسد العجز ده إزاي؟ هنسد العجز. حاجة من الاثنين. يا إما نسد نظام نلجأ للمحلي، يا إما نلجأ للخارجي. المحلي هقول للشعب رشد الانفاق، مش رشد الانفاق، هقول للشعب زود الانتاج، الشعب مريض وجاهل مثلا، هقول للشعب زود الانتاج، ما فيش زود الانتاج، اما ليس امامي سوى ايه؟ القرض. القرض ترجع للقرض داخلي، الدين العام هستلف منين؟ من الشركات والمؤسسات، منكم انتم، فتزداد ايه؟ الفائده. مشكلة. طب هلجأ لصندوق النقد، يطلع لنا الاخوه البعده هذا حلال وهذا حرام. طب وبعدين هعمل ايه؟ الشعب هيموت. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقول زود الضريبه. طب تعالوا بقى نزود الضريبه. تتخيلوا مجتمع، اي مجتمع بيدفع الضريبه بناء على دخله، صح؟ صح كده. طب لو مفيش دخل هدفع ضريبه منين؟ طب لو مفيش دخل هتدخل ازاي؟ هتدخل ازاي في حين ان الادخار سنه كونيه؟ ده حتى سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ اخشوشانه اخشوشانه فان النعم لا تدوم. النعم يعني ادخر صحتك لمرضك، مالك لكبرك، ها؟ جمالك لما تكبري تظلي جميلة في نظر الناس، عطائك. طيب أنا ماشي معاكم خطوة خطوة، فجأة الدولة ليس أمامها سوى أن توسع المجتمع الضريب. إزاي؟ يا مصر إحنا كام؟ 110 مليون مثلا. طب يا طلب يدفع الضريب كم واحد؟ وكم؟ طب إذا كان هناك 1.2 تريليون بنحصل منهم ضرائب، أنتوا عارفين دول يمثلوا كم من المجتمع الضريبي؟ ها؟ يمثلوا كم من المجتمع الضريبي؟ يعني أنا عندي عندنا 100 مليون ما يدفعش ضرائب. في حين بقى اللي ما يدفعش الضرائب ده، اسمعونا عشان إيه؟ نفهم يعني إيه وعي ضريبي. أساتذة الأفاضل، لا نحكم الهوى
في حكمنا على الأشياء. وأنت رجل قانون، أنت رجل قانون، وربنا سبحانه وتعالى توعد من يحكم لهواه مصيره كمصير البهيمة. عارفين البهيم؟ عطوهم لنا نادرة. عارفين الجاموس؟ الإنسان الذي لا يحكم هواه مصيره مصير الجاموس كده. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. إذا حكم عقلك وإلا يتخذ منك. ربنا سبحانه وتعالى خلقك وركب فيك عقل وعاطفة، غلبت عاطفتك كنت زي الجاموس، غلبت عقلك هترتقي إلى درجات الملائكة. فإحنا بنتكلم بالعقل، بقول لك ما الدولة زي الأسرة، مثل الأسرة البسيطة الصغيرة عندها نفقات وإيرادات، كذلك الدولة عندها نفقات وإيرادات. الأسرة بتزنق والدولة بتزنق، بس الأسرة ما بتزنق بتعمل إيه والدولة ما بتزنق بتعمل إيه؟ مفيش حد يصبر على الدولة، لكن ممكن نصبر على الأسرة. أخاف على بابا، أخاف على ماما، أراعي بابا وماما، لكن في الدولة أقول لك نتكلم. أنا هترك لكم الحوار، بس أنا عاوزكم تعيشوا معايا الحالة، عشان ما نيجي نحكم على إجراءات القانون 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة أقول لكم ده إيه صح ولا خطأ. أنت تحكم أنت، بس أنا عاوز أعيشك معايا الجو الضريبي. الله، طب يا ترى الجماعة اللي ما بيدفعوش ضرائب دول، طب ما بينتفع بالمية والكهرباء والطرق والخدمات وبقى عايش حياة أحسن مني، طب أنا ذنبي إيه؟ طب ما يشاركني، طب بدل ما أدفع أنا ضريبة 1000 جنيه ومع على 10، طب ما إيه رأيك لو سددها 100؟ أبقى الضريبة تنخفض ولا تنخفضش؟ يعني التريليون ده لو شارك فيه 100 واحد بخلاف ما يشترك 20 واحد، ها أبقى الضريبة تخف عليك ولا لا؟ إذا من همة الدولة هنا إنها توسع المجتمع إيه؟ الضريبي، توسع القاعدة الضريبية. طب قالت يلا تعال نوسع القاعدة الضريبية نعمل إيه؟ أنا عندي اقتصاد موازي أو اقتصاد خفي يعادل الناتج المحلي الإجمالي أو يزيد أو حوالي كما قيل في هذا الوقت 6 تريليون جنيه الدولة لا تعرف عنهم شيء. تابعوا معايا كويس، 6 تريليون ايه؟ انا عندي عجز كام؟ احنا عندنا 100 مليون. ايه رايك بقى لو كان عندي 6 تريليون بقى؟ ابقى في فضة ينعنش، ندخلها كلنا نتجوز 3 و4، ها؟ هنخلي كل الشباب كل واحد ياخد له مده شقه شقتين، هنغرقها هنعمل طب قال نجيب ال 6 تريليون دي منين؟ ابقى لازم الناس الهربانين دول نحطهم تحت عينين. تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبتي، تعالوا، بس أنا عاوز أتعرف عليكم. أتعرف إيه؟ عليكم. من الأحبة اللي عاوزين يتعرفوا عليهم المحامي. ها، فاهمين معايا كويس؟ أنا عاوزين أتعرف عليك بس، تكسب ما تكسبش، أنا عاوزك تخش عندي بيتي، عاوزك تدخل عندي البيت بس، أهلا وسهلا، وهتدخل عندي وأنا لا أستضيفك، بس بعد كده شوف بقى نعمل إيه. اتفضل يا فندم. عايزين ندفع دلوقتي وبعد كده نستفيد بخدمات. لا انا عايز ندفع وما نستفيدش خدمات. لا انا عاوز ساعتها كده. لا انا مثلا يعني يا اساتذتنا، يا اساتذتنا، انا بتكلم على ايه يا جماعه؟ عيشوا الواقع اللي احنا بنتكلم فيه. انا قلت مش هنحكم الهوى، هنحكم العقل. انا ماشي ماشي معاكم خطوه خطوه. انا بقول لك تعالى اتعرف عليك يا طبيب، يلا هربان من الضريبه، يا محامي، يا مهندس، يا محاسب، يا فنان، تعالوا اتفضلوا عندي في البيت. طب بس دخول البيت شكله بالنسبه للمحامين يختلف عن الاطباء، يختلف عن المهندسين، يختلف عن المحاسبين. انا بعامل قضاء واقف، بعامل شريك في ارساء العداله، بعامل فئه لا يختلف عليها سنين ان وجودها هو اللي مشغل العداله. اذا غاب هذا الجناح ماتت العداله. فلغه الخطاب لا، ده انا لما ادخل بيتي اذا سلمت على الطبيب اخد المحامي في الحضن، اذا سلمت على المهندس لا ارفع المحامي فوق راسي. فلغه خطابك مع المحامي تختلف يا حبيبي.
لغة محامك مع أي حد تاني، لكن هو أساء لغة الخطاب. فقول له تعالى بقى أنا أعلمك إزاي تخاطب القضاء الواقف، أعلمك لو ليك دين عليه تاخده منه إزاي، بس هو ياخد حقه منك. إذا وصلنا لمرحلة إيه بقى؟ الاقتصاد. أنت بتنظر للمحامي ده على أنه اقتصاد غير رسمي، أو أنه اقتصاد موازي، أو أنه اقتصاد خفي. طيب يعني ده من اللي عاوز تعرف عليه، قال أنا أتعرف عليه إزاي؟ قال لي بقى تدخل على الفاتورة الإلكترونية. وصلنا لكده؟ وصلنا الفاتورة؟ شوف خطوة خطوة إيه؟ حاضر حاضر اتفضل. هقول الكلام ده، هكلم لحد كده دلوقتي في مشكلة؟ أنا هل إحنا بنرفض إن الدولة تتقدم؟ بالعكس، ده ما يكون في مستشفيات جيدة وتعليم جيد وطرق جيدة أنا هنتعش. تمام؟ أنا مع التقدم التقني والتقدم الاقتصادي. قالوا طيب إحنا عاوزين نتحول من الورقة للرقم. أتحول من الورقة دي مش عاوز أستخدمها، مش عاوز أستخدمها، نتحول لحاجة اسمها الرقمنة. ماشي؟ الرقمنة. أقول له أهلا وسهلا، طب أنا أرحب بكده، اتحول الرقمنة وأنا معاك. أنا معاك عاوزك تجيب الاقتصاد الموازي وتضمه للاقتصاد الرسمي وكله هيفيد البلد. معاك. إذا كل اللي أنت بتقول عليه أنا موافق عليه، لكن تعالى بقى اتعرف عليه الأول، اتعرف عليه أنا مين، وهل أنا تخاطبني بهذا الخطاب اللي تخاطب بيه البقال، مع احترامي يعني البقالين، وصاحب الشركة وغيري من الفئات؟ لا، هنا أقول لك أقف عند حدك. طب نقف عند حد بالأدب ولا بقلة أدب؟ بفهمة ووعية ولا هالفطة؟ تعالى فالمهم قلت لما تيجي تشرح الأول إيه الفاتورة؟ إيه اللي أنت عاوزه؟ أنت عاوز تحقق إيه؟ عن طريق إنك تضمني ليك وتضعني تحت عينك. طب ما تضعني تحت عينك هتستقبلني إزاي؟ وأنا داخل بيتك هل ملزم إن أنا أخد لك معايا هدية؟ ولا أنت اللي عازمني عندك؟ فليه بتطلب مني إنك وأنت جاي تجيب لي معاك سبت مليان فاكهة وكل أنواع حاجة؟ ليه؟ طب ما دخلني أقول عندك وراعي مظروفي يا أخي. وبناء عليه دخلنا بقى على الفاتورة إيه؟ الإلكترونية. قبل ما أدخل بقى وأتكلم عن الفاتورة وآليات الفاتورة، الأساس اللي بيتنام والمبررات، ويا ترى المحامي بيعمل إيه وبيدفع إيه ومين هو السيد المحامي، هترك المجال للي عنده فهم أو دراية بموضوع الفاتورة. اللي عنده دراية يرفع لي إيده قبل ما أدخل فيها بالتفصيل. في حد عنده دراية؟ سنها ما شاء الله. يعني لا معلش، أنا عاوز أشوف المحامين اللي كان بيقولوا لا أيوة لا أيوة. إذا ما نقف أمام أنفسنا نحاسب أنفسنا، وأنتم رجال الدولة، أنتم رجال الدولة، أو ما جي 90% من السادة المحامين ليس عندهم دراية بهذا الموضوع، وما تتكلموا في إيه؟ بتناقشوا إيه؟ مش تفهموا واقعنا إيه؟ وبنتكلم في إيه؟ ولا كله هذا وحال شبابنا اليوم، هذا وحالنا في معظم المؤسسات، نتكلم بدون دراية، بنتكلم بدون دراسة. وإذا كان المحامي هذا منهجه، لا، منهج غير سليم. راجع نفسك، يعني مفيش حد عنده دراية بالموضوع ده. طب انتوا عندكم دراية بتعمل ايه نقابة المحامين عشان الموضوع ده؟ عندكم دراية؟ اتفضل اتكلم. مين قال لك الكلام ده؟ اسم الكريم ايه؟ تخيل دفعة كام يا اسحاز؟ 21 جامعة ايه؟
القاهرة. طيب ماشي، حد عنده خبر تاني؟ ها، أنا عضو في اللجنة أو قد يكون رئيس اللجنة. اسمع مني، اسمع من نقي. لكن طبعا سيادة النقيب المفترض بصفته رئيس اللجنة، ونحن كأكاديميين في اللجنة، لكن ندير العملية الأكاديمية والعملية النقاش مع الوزارة. لكن بتكلم عن السادة المحامين، ايه رأيكم؟ طب ليه؟ اسم الكريم ايه؟ تفضل. احمد على الدين. احمد، جامعة ايه؟ جامعة بلها. طيب دفعة كام؟ 2022. طيب كويس. انت ايه رأيك في موضوع الفاتورة، عندك علم بيه؟ خالص. ها، اشتغلت محامي؟ تشتغل ولا لا؟ لا، بدرس مع مصر محامي. تتدرب يعني؟ تفضل. فيش حاجة خالص؟ ها، عندك خبر؟ في حد منكم عنده خبر بحاجة؟ تفضل. ايه؟ ايوه. طب حد عاوز يدافع عن المحامين كده بشأن هذا الموضوع، حد منكم كمحامين عنده المعلومة يدفع ازاي؟ احنا يعتبر بندفع الضريبة بتاعتنا واحنا بنقدم الدعوة، بندفع الدعوة يعتبر بتبقى ضريبة مقطوعة من المنبع من الأول خالص، مش محتاجين إن احنا نوصل للفاتورة الإلكترونية وندخل مصاريفنا ومواردنا بطريقة تانية. طيب اتفضل يا فندم، اتفضل استريح. طب اتفضلي. طب دي ريادة كويس. ازاي بتدفعيها؟ كويس. في تعرفي الفرق بين الضريبه والرسم؟ طب ايه رايك لو حبيت انا اخش نادي المحامين وانا مش محامي، هدفع ضريبه ولا ارفع رسم؟ لو عاوز انزل البحر ده واركب هدفع رسم. صح. انت مش في اشباع، مش ده اشباع نفسي؟ اشباع نفسي. انت عاوز تتمتعي بالجو، ما تتمتعي بفلوسك. ها، كويس. انت كمحاميه يعني؟ كمحاميه. طيب ماشي، اتفضل يا فندم. نعم نعم. نعم تمام القضاء. احنا ليه نحط اعباء على المحامي وعلى المواطن ترجع في صوره فاتوره الكترونيه؟ نعم ماشي، رؤيتك. اتفضل يا فندم. طيب شوف يا جماعة، مصلحة الضرائب، احنا زي ما قلنا ايه، الدولة بتبحث عن اشباع المفترض في الدولة، اشباع حاجة المواطن. اشباع حاجة ايه؟ انا شو اشبع حاجة المواطن بوسائل، منها ما هو سهل ميسر ومنه صعب على النفس. سهل ميسر ومنه ما صعب على النفس. طيب الاب بيشبع حاجه ابنائه من خلال دخله. دخله اما ان يكفي او لا يكفي، صح؟ الدوله هتشبع ابنائها من خلال دخلها. دخلها ده جاي منين؟ جاي من امور، منها الضرائب. طيب الضرائب سلمنا، وانا رحت دول كتير،
كل الدول سواء اسيا الوسطى اوروبا الشرقيه الدول العربيه لا فروض ضرائب اعلى مننا بكتير بس هناك فرق. طب اجي النهارده الدوله عاوزه تسد العجز في الموازنه هعمل ايه؟ والمؤسسات الدوليه بتتحكم فينا وتقول لي مش هديك الا اذا عملت كذا وكذا وكذا، والدول الاخرى كل مره يفتحوا لنا ازمه تلو الازمه، عاوزين يشغلونا يشغلونا بازمه تلو الازمه تستنزف مواردنا، وبالتالي المستثمر الاجنبي يهرب والسياحه تقل وتحويلات المصريين تقل والمرور في القناه السويسي يقل. الله، يعني اذا الموضوع ده موضوع كبير جدا، احنا دخلنا في مجال سياسي اهو. فتيجي الدوله تقول لك ايه؟ الله، طب انا احل مشاكل الناس دول عمالين يتحكموا فيا، فالمؤسسات الدوليه صندوق النقد الدولي او البنك الدولي والاخرين دول بيعملوا لي مؤامره تلو مؤامره وعمالين يلعبوا لي في حدود الشرقيه والغربيه والجنوبيه وافتح الازمه تلو الازمه بحيث يستنزفوا مواردي ويشغلوني، والشعب مش هقدر اسكت على بطنه. لا، انا لازم احل المشكله. هتحلها ازاي؟ انا هزود الضريبة، هزود، هذا قرار ليه ايجابيات وليه سلبيات. سلبياته هو انت الضريبة بتاخدها على ايه؟ على الدخل ولا على الريع؟ في الغالب على الريع باستثناء مرتبات الموظفين. انا كموظف خلاص متخصم من 22% كل شهر، مش ازاي؟ طيب، اما الريع لو شركات تجارية وصناعية، لو دخل ثروة عقارية، لو دخول أخرى من خلال الريع، طب ما فيش ريع هنعمل إيه؟ هنا في أمور تانية. طيب، بدأ النهاردة الدولة قالت طب يا جماعة أنا بحصل الموارد دي من المنشآت التجارية والصناعية وخلافه ومن رواتب الموظفين ومن الثروه العقاريه ومن ومن. طيب، فجاء النهارده مش كافي، فقالوا طيب الجماعه الهربانين دول انا هجيبهم لك، هيجيبوا لي 6 تريليون جنيه ودول يحلوا له مشاكل ويحلوا مشاكل المجتمع. تجيبهم ازاي؟ قال لك هجيبهم واحد واحد. نبدا بمين؟ بالنقابات المهنيه. النقابات المهنية أهمها مين؟ لسان حال النقابات المهنية مين؟ المحامي. ده لسان حالهم وهم العدد في البلد. ولهم كل محامي النهاردة يستطيع أن يؤسف 10 أفراد بفكره لو واعي. النهاردة المحامي شايل أسرة أو 5 أسر، لو كل مكتب فيه 5 محامين يعني 5 أسر. لا يكلفون الدولة شيء. طب تعالى تتكلم مع المحامي بقى، لغة خطابك مع المحامي هي اللي زعلته، لكن المحامي هو أكثر الناس دراية بحال البلد واقتصاد البلد وعاوز يساعد البلد، لكن أنت أسأت الخطاب وبناء عليه مصلحة الضرائب قالت لنا يا جماعة كل المهنيين يسجلوا في الضريبة حتى 15 ديسمبر 2022، بعد كده عليك عقوبة. هاجت الدنيا وما عادتش، قالوا نمدها لكام؟ ل30 ابريل، وبعد كده التسجيل الزامي. التسجيل ايه؟ طبعا لكم نقابة، تحركت النقابة وأخذت موقف، وبناء عليه تم تشكيل لجان من هنا ومن هناك لبحث الأمر بحيث نوازن بين المصالح. بس في ناس كتير مش عارفين قدر المحامي، وفي نفس الوقت المحامي مش عارف قدر نفسه. فأنت السيد، أنت السيد، أنت صاحب الرؤى. أمثالكم بيدير دول ويدير مؤسسات، وتاريخ نقابة المحامين اللي كان بيدير
الوزارات ورؤساء الوزارات والوزراء كانوا سادة محامين. سادة محامين. اتكلمنا الأول عن الوعي الضريبي، ثم دخلنا على الضرائب والفاتورة الإلكترونية. فقلنا الفاتورة الإلكترونية هدفها المعلن جميل، حلو جدا، بيخدمني وبيخدمك. خلي بالكم هدفها ايه المعلن، كويس جدا. لكن لغة الخطاب قلنا أسأت الخطاب. فبعد ما حصل الكلام ده ايه اللي حصل؟ اعترض مجموعة من المحامين، جموع المحامين، وتزعمت النقابة هذا الموضوع. ثم تم تشكيل لجنة تلو اللجنة. تعالوا بقى نشوف ايه مبرراتنا وايه مبررات الجهة الاخرى بشأن هذا الموضوع. قلنا لهم يا جماعة، اولا نحن مع التحول الرقمي، وبالاخص في المعاملات المالية والتجارية. اي دول العالم، كل دول العالم كده بتتحول النهاردة تحويل رقمي، خلاص الورق والكتابة والكلام ده لا، هنتحول خاصة في المعاملات المالية والتجارية، هنتحول تحول النهاردة الفيزا كارت اللي معاك، بكون في الخارج بس تحول رقمي، شيء جيد يؤدي خدمة الإنسان. اثنين، يا جماعة انتوا بتقولوا ان احنا بنرفض ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، مين اللي قال؟ بالعكس، ده ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي هيفيدني انا كمحامي. اما وسع المجتمع الضريبي، بدل ما 10% من المجتمع بيدفعوا الضرائب، لو 50% من المجتمع بيدفعوا الضرائب انا المستفيد، هينخفض وعاء الضريبه وبالتالي هزيد الضريبه. وانا قلت لكم انا عندي اقتصاد موازي 6 تريليون او ما يربع عن 6 تريليون جنيه، وانا عندي عجز كم؟ يعني لو جبت الستة تريليون الخمسة تريليون ده مصر بقى دولة عظمى. واديكم شفتوا اخر تقريره ان مصر من اغنى 32 دولة في العالم، رقم كم؟ يعني السعودية ثم مصر. ليه؟ عندك اصول تربو عن تريليون ونص، كانت من سنتين كان 900 مليار، 500 مليار، السنة دي تريليون واربعمائة مليار. تقارير. اذا دي اصول يا جماعة اقرأوا واطلعوا حتى تستطيعوا ان تحكموا على الامور موضوعية. طيب يا رب نعدي هذه الاصول، اذا الاصول دي المفروض بدفع لها ضرائب. طيب في ناس قلنا 60% من المجتمع الضريبي ما بيدفعوش ضريبة. لا تمام، مصلحتي انهم يدفعوا. فقالوا المحامين بقى والأطباء والمهندسين والمحاسبين أكثر الناس تهربا من الضرائب. في وجهة نظر مين؟ لا، في وجهة نظر مصدر القرار، مصدر القرار، ما لاش دعوة بالضرائب ولا الوزير ولا رئيس الوزراء، مصدر القرار اللي بيقول. تعالى فهمونا بقى، مين قال لك إن المحامي معترض؟ المحامي مع التحول الرقمي، المحامي مع الاندماج، المحامي عارف العجز المزمن في الموازنة العامة وعاوز يعالج العجز، عاوز يعالج ابنه في احسن مكان ويعلم ابنه احسن تعليم ويمشي بسيارته في احسن الطرق ويتمتع بهواء البلد وجمالها. المحامي عاوز كده، مين قال لك ان المحامي بيرفض؟ فسقنا كل هذا. ثم تعالى بقى، انت عمال تكلمني عن المحاماه كانها سلعه، مثلها مثل اللي بيبيع شوكولاته ويبيع دجاج وحمام. لا، انت كده بتخالف الدستور والاعراف العالميه. المحاماه رساله وليست مهنه، فبنص الدستور المحامي شريك للسلطه القضائيه. فاذا كانت السلطه القضائيه تتكون من قاضي فانت القاضي الواقف وهو القاضي الجالس، فلا عداله بدون قضاء واقف. مين اللي قال؟ لا، انا صاحب رساله مش مهني شغال كفلان وفلان، لا، انا ارسي العداله في المجتمع واعطيني العداله اعطيك دوله قويه. من المسؤول عن تحقيق العداله؟ القضاء، سواء كان قضاء واقف او قضاء جالس.
وبناء عليه اما تيجي في الدستور حتى ما بيقول لك ايه مهنه حره. المحاماه اصلها وظواهرها انها رساله، المحامي يمارسها مستقل لا سلطان لاحد عليه سوى ضميره، شريك للسلطه القضائيه بنص الدستور. هذه مسلمات نضعها اولا قبل ما خطبك يا معالي الوزير او يا معالي رئيس الوزراء او يا مسؤول. نحن نقدر ونعرف الدوله ماشيه ازاي وكلنا عندنا ولاء وانتماء، لكن انا كانسان اتكلم عن نفسي اعرفك من هو المحامي، وده فعلا كان لسان حال نقابه المحامين. فاتكلمت، اتكلمت بقى بدون هرجلاء بمستندات، اتكلمت من خلال واقع تعيشه. فقالت ايه بقى؟ نحن نقر وبكل اطمئنان وثقه بانه لا اعتراض على فرض الضريبه، فهناك مسلمات نؤمن بها، لكن تعال اعرفك انا بعمل ايه وبدفع ايه وايه المفروض عليا، ولو جيت اكيفها تكييف قانوني ليس من حقك ان تطالبني انا بالتسجيل او التوقيع الالكتروني، انما سجل الملزم بالتسجيل من يحصل مني، واعرفه بعد كده مين اللي بيحصل منكم، لانه هو الذي يخاطب وزاره الخزانه مش انا. وبالتالي اضعنا هذه المسلمات وقلنا يا جماعه احنا قلنا القوانين، احنا بنتكلم دلوقتي منطلق القانون كام اسمه كده 91 اللي هو 991 لسنه 2005، ده اسمه قانون ايه؟ الدخل. اسمه قانون ايه؟ الدخل. دخل الانسان عباره عن ايه؟ ممكن راتبه، ممكن شركته، ممكن ثروته العقاريه، ممكن الشركه بتاعته، ده دخل الانسان. اللي بينظم هذا الدخل هذا القانون 91/2005 وتعديلاتي وعدل اكثر من مره. ثم قانون القيمه المضافه اللي انتوا بتدفعوها كمبلغ مقطوع اذا كان محامي ابتدائي او محامي استئناف او محامي نقد، ده معروف. لكن انا بتكلم دلوقتي عن ضريبه الدخل اللي بينظمها القانون 91/2005. فقلت لهم تعالى اعرفكم بقى انا بعمل ايه والمحامي بيعمل ايه. المحامي مسلم بكل ما تريده الدوله، واحنا مع الدوله قلبا وقالبا، ومش عندنا انتماء، ده احنا عندنا حب ولاء، لكن تعالى اتعرف عليا كويس. فقلت له في القانون 91/2005 تم تنظيم استقطاع الضرائب من المنبع، وده اللي بيحصل اما ترفع دعوه النهارده بيعملوا معاك ايه؟ مش بياخدوا منك الضريبه، مش من المنبع، كان راتب من المنبع، فازاي تقول انا بتهرب؟ ده انا تحت اعين الدوله، تحت اعين الدوله. اثنين، تم النص في الماده 70 من ذات القانون ان تحسب تحت حساب الضريبه 5% الى اصحاب المهن غير التجاريه، وعليه صدر القرار رقم 531 لسنه 2005. قال ايه القرار ده بقى؟ عشان كده اقراوا، اقراوا يا ساده المحامين، لازم علشان تقدر تدافع. وبالمناسبه كان ودي اتكلم معاكم النهارده عن ضريبه التصرفات العقاريه اللي فيها شغل محامين وانتم غافلين عنه، واتكلمكم عن تعديلاته، لكن هياتي وقتها. انا بتكلم دلوقتي عن قرارات وقوانين انتم لا تعرفون عنها شيء، لكن انت صاحب حجه، انت هتحكم الناس دي ازاي؟ هتدافع عن زملائك ازاي؟ فقلنا صدر القرار رقم 531 لسنه 2005. قال ايه بقى قرار وزير الماليه ده بقى؟ نص في مادته الاولى ايه المهن الغير تجاريه، وجاء في اول هذه المهن مهنة المحاماة. ازاي انت بقرار سنة 2005 عددت للمهن غير التجارية وقلت لي اولى هذه المهن مهنة ايه؟ فكيف تأتي بالقانون 206 لسنة 2020 وتقول لي
ان المحاماه مهنه تجاريه. ازاي يعني؟ ابقى ده تناقض ولا مش تناقض؟ مين يرفع التناقض ده؟ في الحقيقه لما كان لقاء مع معالي الوزير انا قلت له الكلمه دي، قلت له تمنى انت مش قايل الكلام ده سنه كذا وجاي تقول لي الكلام ده زمان؟ هو انا كنت ذكر واصبحت انثى؟ ما تتكلم، انت محامي، انت محامي. أو ثم جاء نص المادة 71 من ذات القانون بإلزام صريح ومباشر إلى كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها. قالوا عند تقديم الصحف والطعون ونبأ على مأموريات الشهر العقاري اخصموا ضريبة من المنبع. فازاي تقول لي إن المحامي اقتصاد موازي؟ إزاي تقول المحامي اقتصاد خفي؟ ازاي؟ ده انت مقره. مين يجيب الكلام ده؟ المحامي. مين اللي هيبحث لك؟ مين اللي هيدلك شؤون بيتك؟ جارك ولا انت؟ فافهموا ايه اللي بداخل بيتكم الاول قبل ما تتكلموا، قبل ما تنتقدوا. اتنين، في اسئله مشروعه بقى. مش انت بتقول لي أنا يا سيدي وأسلم إن أنا متهرب من الضرائب؟ ماشي، رغم ده مش حقيقي، رغم اللي أنا بثقه ده، لكن تعالى أسألك شوية أسئلة كده. وأي إنسان من حق أي إنسان أن يسأل، وهنا أسميها أسئلة مشروعة أو أراها أنها مشروعة. فبقول له إيه؟ ما الغرض من فرض الإيصال الإلكتروني على السيد المحامي؟ هل فرضت على القاضي الجالس؟ ألست أنا شريكا للقضاء الجالس في تحقيق العدالة؟ ألست أنا شريكا للقضاء الجالس وأحد جناحي العدالة في مصر؟ هل فرضت أنت على القاضي الجالس أن يعمل إيصال إلكتروني؟ أبدا كده خالفت الدستور، مش معنى. وجيت بقرارك 531 وقلت لي أن المحاماة مهنة غير تجارية، فكيف تأتي الآن؟ طب ليه ما قلتش القضاء الجالس؟ طب هنا كيف تدافع عن نفسك كمحامي؟ تدافع من منطلق إيه؟ من لسانك أو دينك؟ من لسانك أو دينك. اتنين، ما هو العائد المادي اللي هيرجع على خزانة الدولة من تقرير الإيصال الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني؟ هنعيد عليكم كده. مفيش. تعالى بقى سيبني في حالي وانا ادخلك ملايين، سيبني في حالي وانا ادخلك ملايين. اذا منتهين، وايه الموضوع؟ ليه خطبت الفئة دي بالذات؟ ايه العائد المادة اللي يعود عليك؟ هيعود عليك 5 مليون، 100 مليون، مليار؟ انا ممكن لو يعود عليك مليون اديك 10 مليون. بس اسمع ليه. اتنين، انت بهذا الاسلوب الدستور جعل القضاء مكفول للجميع، وان اي مواطن له الحق للجوء للقضية الطبيعي. انت بهذا الشكل بتجعل الناس يحجمون عن اللجوء الى القضاء. ده انت بتفشي بالمجتمع ظاهرة مش كويسة جدا، ظاهرة الكذب. تخيل محامي بيجي للموكل، بيجي لوكيله، بيتفقوا على تعب 10,000 جنيه، هروح يحط كده يقول انا خدت منه 10,000، ولا يقول كده اقول خدت منه 1000 او 500، صح؟ ده كذب وده كذب. خلي بالكم، ده كذاب وده ايه؟ المحامي ارسى ظاهره الكذب، والموكل هيظهر ظاهره الكذب. تخيل المجتمع كله كذاب. اذا بهذا الاسلوب، اسلوب غير صحي، بيعمل خلخله مجتمعيه ما ينفعش. أما لماذا أعترض على هذه الفاتورة؟ بالمنطلق القوة؟ لا، أنا هقول لك، قلت لك من لسانك أو دينك. تعال بقى شوف معايا أنا بعمل إيه للدولة. أولا، المحامي مطلوب منه ما يلي. أول حاجة عشان أقول لك أنا معترض عليه، المحامي أيا كان وضعه، سواء كان محامي ابتدائي أو محامي نقض،
مطلوب منه ايه؟ 4000 جنيه اشتراك الكتروني ده سنوي، 4000 جنيه اشتراك الكتروني، 2000 جنيه توقيع الكتروني، 2000 جنيه تصديق، 325 جنيه اشتراك بوابه، 400. اسمعوا بس عشان اقول لكم في الاخر هدفع لكم ايه. اسمعوا عشان قلت لكم في الاخر شاركوني الراي وتشوفوا النقابه اصابت او انا اخطات. كل هذه المبالغ يدفعها المحامي سواء المكتب يعمل او لا يعمل، طالما انت معاك ايه بيعمل مش هيدفع هذا المبلغ. طيب، وطبعا اللي هيفعل ذلك كله ايه؟ كله في حاجه تعرفه اسمها شركه وسيط بعيد كل البعد عن المهنه، وهتعرفوا الاخر ان بتقرير هذه الضريبه الدوله مش هتدخل لها اكتر من 10%. فهموا بس، عشان كده حجه المحامي لابد ان تكون قويه. دعوني انا محتاج مليون هديك 10 مليون، بس يقعدوا على خزانه الدوله ما يقعدش على الوسيط اللي جاي بعد كده. طيب، المحامي بيعمل ايه بقى؟ 6 حاجات. اولا، اثناء رفع الدعوه بيدفع ضريبه. بيحصل ولا ما يحصلش؟ بتمارسه مهنه ولا لا؟ طيب، 2، في رسم اما ارفع الدوله الدعوه واستلم الاوراق في رسم بدفعه. في دمغات على كل دعوه وطلب. في طيب، في طبع الشهيد، وطبع الشهيد بيروح لمين؟ لصندوق القضاء. افهموا عشان نتكلم، وصعدوا في اعتباركم انكم احد شركاء السلطه القضائيه. في فروق رسم واتعاب المحاماه اما يخسر الدعوه بيدفعها. في الاقرار الضريبي السنوي بيدفعه. ابقى المحامي تحت اعين الدوله ولا مش تحت اعين الدوله؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ ازاي تقول انه اقتصاد موازي؟ ازاي تقول انه بيعمل في الخفاء؟ ها؟ ورغم ذلك تجد 70% من المحامين بيتهربوا من ضرائب. نتكلم كلام موضوع، وانا كل حاجه هيبقى لكم بحجه، بس انا بتكلم عن ايه؟ عما يجب. الواقع دائما الحقيقه مؤلمه، الحقيقه مؤلمه، لذلك تصارع الموت مع الحياه. فالموت بيقول للحياه، الحياه بتقول لي يعني ليه الناس بتحبني؟ والموت بيقول لي الناس بيكرهوني. فالموت قال لهم ايه؟ لان انا الحقيقه، والحقيقة دايما ايه؟ مؤلمة. فما نتكلم عن واقعنا المؤلم او لا، احنا دائما مش مجني علينا، ده احنا بناه في كثير من الاحيان، كما صدق الشاعر وقال: غيري جنى وانا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندمين، هذا هو حل سن اليوم، جناه ونحن المجني علينا، ظالمين ونحن المظلومين. طيب، وهنا كان رأي الجمع ورأي النقابة صفا واحدا. أولا، المحامي لا يكلف الدولة شيء. دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ هل له راتب؟ هل له معاش؟ هل له مستشفيات؟ هل له مستشفيات؟ لا، مستشفيات الدوله موفرها لي. لا لا، الدوله لا. اذا الدوله، اذا تخيل بقى كده المحامي ده بخلاف الرجل الطبيب، تاخد بس الطبيب او المهندس او الصيدلي، ده موظف دوله بياخد راتب من الدوله، له مخصصات. اما المحامي لا يكلف الدوله شيء، بل العكس، ده رفع عن كاهل الدوله وشال اعباء كتير عن الدوله. فهل هذا هو جزاؤه؟ اذن انا بتكلم هنا مش بحاكم مصدر القرار، انا بحاكم نفسي الاول، واقول له مصدر القرار انت صائب، نعم، لكنك
أخطأت لغة الخطاب، فبعرفك أولا أنني صاحب فضل، أنني صاحب فضل، رغم أن احنا عارفين حقيقة الأمر وأن 70% من المحامين إيه بيتهربوا من الضرائب. أولا زي ما قلت لكم لا يكلفون الدولة أي أعباء مالية ولا يحملون المغزى مالي. كل ما سبق ماشي، ما في حاجات معلنه وغير معلنه. انا علاقتك انت في المحاماه، علاقتك بمن؟ بالموكل. علاقتك بالموكل خفيه ولا معلنه؟ اي خلي اتكلم زي الطبيب اللي بيعمل عمليه الزايده الدوديه بيعملها ب50,000 ولا بيعملها ب20,000 وبيقول انا بعملها بكام؟ 500 جنيه. ما برضك يا جماعه حاسبوا انفسكم قبل يا خلينا نتكلم ايه. معلش يا فندم، المهم وبناء عليه انا استعرضت الامر اهو، وبناء عليه كان راي الساده نقابه المحامين اللي هي بيت العيله اللي هي بتحميكم والمكلفه بحمايتكم وان انتوا تسمعوا اليها، كان رايها الاول عدم خضوع المحامي لمنظومه الفاتوره الالكترونيه، وكان رايا قاطعا ايا كانت درجه قيده طالما انه يتعامل مع الافراد، طالما انه يتعامل مع ايه. لكن برضك يا جماعه زي ما قال مع المستشار قبلين، طب ما في محامي مستشار لشركه، مستشار لمؤسسه، وفي بينه وبينها رابطه عقديه، لا ماليش دعوه بيه. انا بتكلم عن الافراد، السواد الاعظم من الساده المحامين، الكيانات الفرديه، وبناء عليه لا تخضع للضريبه، لا تخضع للايه، لنظام الفاتوره الالكترونيه. طيب ايضا الشركات المسجله بمنظومه الكترونيه وسجلت في الفاتوره الالكترونيه لو تعامل معها المحامي لا يدفع ايه، لا يسجل نفسه بالضريبه الالكترونيه في الفاتوره الالكترونيه. يعني المحامي اللي يتعامل مع شركه والشركه دي دخل في المنظومة غير ملزم بالتسجيل الإلكتروني. أيضا اللي بيعملون بالمكاتب نظير مكافأة شهرية، ده كل محامين الصغار اللي هم يعني لسه مبتدئين طبعا لا يدفع ضريبة ولا غير ملزم بالإيه بالتسجيل في الإلكترونية. اللي بيعملوا بالشركات الخاصة والبنوك والجمعيات وفقا لنص المادة 9 من قانون المحاماة ايضا يمنعوا من الانضمام لمنظومه الفاتوره الالكترونيه، وده نص قانون المحاماه الماده 9. ايضا المحامين العاملين بالخارج ايا كانت درجه قيدهم، ايا كانت درجه قيدهم، ما يخضعوش لمنظومه الفاتوره الالكترونيه. والعقل السليم بيقول كده، هو الشخص المصري اللي بيعمل خارج البلاد مش ده مورد بشري بيجلب موارد الدولة ولا لا؟ بيجلب موارد ولا ما بيجلبش؟ هو أنا بعاقبه ولا بكافئه؟ وأيضا صدر حكم دستورية عليا من زمان بعدم خضوع العاملين بالخارج للضريبة، من زمان، ودم استرداد الضريبة. أيضا العاملين بالهيئات العاملون بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال ايا كانت درجه كتم لا يخضعوا لنظام الفاتوره الالكترونيه. طيب لا ننكر ان هناك منازعات بين الضرائب وبين نقابه المحامين، واحنا عاوزين نحل كل هذه المشاكل، وما زالت اللجان في دور ايه العمل في هذا الموضوع. محصله القول، نحن نطالب بكل قوه بجانب هذا بتعديل تشريعي يقوم به مجلس النواب، بتعديل القانون 206 لسنة 2020 نظام الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث يستثنى المحامي بصفته أحد جناحي العدالة
شريك السلطة القضائية من هذا النموذج ولا يخضع مطلقا لنظام الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني. ده كانت رؤية مبسطة عن الفاتورة. أما عن شكل الفاتورة وأما عن آليات الفاتورة وتدخل إزاي عليها، فرقوا لي بين أمرين، بين الإيصال الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني. الإيصال الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني. وقبل ما أتكلم دول بالتفصيل وكما هوضح في مواد، عاوز عصف ذهني، عاوز حوار ونقاش، وهذا دائبي في المحاضرات. اتكلمت معاكم كلام أكاديمي، كلام يخاطب العقل السليم والمنطق المستقيم، كلام مركب فيه العقل والعاطفة. عاوزكم انتوا اسمع منكم رؤيتكم حول المنظومة الضريبية تجاه المحامين بصفة عامة، المنظومة الضريبية وليست الفاتورة الإلكترونية. لو حبيت تتكلم عنها وتدافع عن المحامي تقول ايه بعد هذا العرض، واضعا في اعتبارك اننا مع الدولة في توسعة القاعدة الضريبية. القاعدة الضريبية بدل ما تكون 20 عاوزها 1000. انا معاك، لكن اعرفي الاول انت بتخاطب مين، انسان مريض ولا انسان صحيح، انسان عاطل ولا انسان بيعمل، انسان متحمل ولا انسان مرفه. اللي عنده استعداد يكون عنده عصف ذهني كده ويتكلم، سواء بحكم التجربه او بحكم الاطلاع. فرحوني كده اشوف انت عندكم درايه ولا لا. اتفضل، اسمك ايه؟ ارفع صوتك يا استاذ. ايه؟ قول يا استاذ عمر. انت عارف يعني ايه اصدار ضريبي؟ بدفع الضريبه مرتين عن نفسي. ايه يعني؟ هل دي فيها اصدار ضريبي؟ يا جماعه بسال سؤال بعد. انت دلوقتي بتدفع الضريبه او الرسم في قضيه عندك 10 قضايا، كويس؟ هيدفع عن كل قضية رسوم أو ضريبة؟ هل ازدواج؟ في قيمة مضافة مبلغ مقطوع بندفع، وفي الحالات الستة اللي قلت لك عليهم دول بندفعها. أين الازدواج الضريبي هنا؟ لا 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 لا، ده شيء وده شيء، لكن هنا في نقطة عاوز أذكرها لكم. أقعد اتفضل. إذا كان هناك أحد ملزم بالتسجيل الإلكتروني فلتكن وزارة العدل. ها، في حد عنده عصف زين عاوز يتكلم؟ تفضل. اسم كريم. تفضل يا أستاذ فادي. بقول لك إيه؟ القيمة المضافة إيه؟ ازدواج ضريبي. لا، ده مبلغ مقطوع أنت استثنيت بمقتضى بروتوكول وقعته نقابة المحامين مع وزارة المالية ووزارة العدل انك تدفع مبلغ مقطوع بالنسبة للقيمة المضافة بخلاف الاخرين، لكن عاوزين يشيروا عليك المنهج الاخر. فانا ندفع ده، دي ضريبة ودي ضريبة، والقيمة المضافة دي ضريبة مباشرة ولا غير مباشرة؟ تعمل ايه؟ لا، ايه معنى قيمة مضافة يا استاذنا؟ ايه معنى قيمة مضافة؟ لا، ما تظنش، ما تختزلش ضريبة المبيعات انها في ان انت بتتعامل مع التجار. طب ما انت بتبيع خدمة، الخدمة اللي انت بتبيعها دي بتجلب الخدمة دي قيمة مضافة ولا مش قيمة مضافة؟ قيمة مضافة. هو ما تظنش القيمة المضافة ان انا مثلا بعمل ايه؟ وليكن ده محمول، محمول انا حسنت منه شوية، اضفت عليه حاجة بصبح قيمة ايه؟ افرض عليها ضريبة، ثم حسنت منه الى ان وصل المحمول بقى تلفزيون، كويس؟ بقى قيمة مضافة مش قيمة مضافة؟ ده بالنسبة لسلعة. تعال القيمة المضافة بالنسبة لمحامي. المحامي المبدع اللي زي سعادتك انت كده مثلا، المبدع بتاعك انت، سعادتك دلوقتي بنجحت في قضية ما،
وأضفت شيء جديد، دي قيمة مضافة. فليست القيمة المضافة تختزل في عمل التجار بل في عمل في الخدمات. ولذلك يقول لك الإنسان يبيع سلعة أو خدمة، يبيع سلعة أو خدمة. دي ما بقاش. تفضل سعد، في حد تاني يا جماعة يسأل حاجة؟ تفضل. كويس. اتفضل. لا شوف، هو اولا الفاتوره الالكترونيه هل طبقت على المحامي؟ ما طبقتش. معايا يا ريس؟ لا ما طبقتش. ما طبقتش، اذا ما اقدرش احكم عليها. وبعدين طلب قرار برضو واحنا علناه. ادي البيان اللي طلعته النقابه. الكيانات الفرديه، الكيانات الفرديه معفيه من الضرائب، معفيه من التسجيل الالكتروني، من التسجيل الالكتروني. الكيان الفردي اللي هيلزم بهذا اللي معاه رابطه عقديه مع شركه، مع شركات، مش اي شركه. انتوا عارفين الشركات يا شباب، شركات اموال وشركات ايه؟ اشخاص. وشركات الاشخاص بتتوزع ما بين كذا وكذا وكذا من التضامن المسؤولين المحمود المحدوده. وشركات الاموال اهم وشركه ايه؟ المساهمه، شركه المساهمه. فهل يا ترى زي ما بيسميها بعض الاشخاص يقول لك ايه كبار الممولين؟ كبار، ايوه، في محامين كان بيمثلوا كام في الميه؟ 5% من المحامين، ها، 2% من المحامين، لكن الباقي. ولذلك النقابه كان همها ان 70% من الساده المحامين يعفوا من الايصال الالكتروني. ليه؟ لان هم السواد الاعظم اللي هي بتدربهم. ماشي، ها، في حاجه تانية جديده؟ في اي سؤال تاني؟ اتفضل. ممكن نقول يا ريس ان تكلفه الضريبه على المحامين بتتحسب حسب درجه قيمه جدول عام ابتدائي استئناف نقد، كل درجه قيد يبقى ليها طريقه حساب في الضرائب. ان اكيد محامي النقد اكيد يعني دخله مش زي المحامي الابتدائي. نعم. ولا نعم، كلام جيد، كلام جيد. الجدول العام ملوش اصلا. كلام جيد. لسه في البدايه. نعم. ها، في اي حاجه ثانيه؟ طيب نشرح لكم بقى يعني ايه الفاتوره. ايوه، هو دي اللي احنا عايزينها. نشرحها. طيب اسمح لي يا ريس. الفاتوره الالكترونيه هي وثيقه ورقيه، وثيقه رقميه. وثيقه ايه؟ رقميه. وثيقه معاك كده بتحفظ وتعلم وتتبادل الكترونيا، يعني وثيقه زي بطاقتك، بطاقتك الشخصيه وثيقه. الوثيقه دي امام الدوله بتتبادل الكترونيا، تنتقل من مكان الى مكان الكترونيا وليس يدويا. ابقى اول حاجه الفاتوره وثيقه، وثيقة رقمية، وثيقة رقمية تتبادل إلكترونيا، تتبادل إلكترونيا. بتستخدم لإثبات معاملات السلع والخدمات. الشركات بتعمل فاتورة، المحامي بيبيع خدمة هيعمل فاتورة. ده المفترض، أنا بنعرف الفاتورة بس، لكن الواقع يكون غير كده. طيب الهدف منها طبعا التخلص من الفواتير والاشعارات الورقيه. انتوا عارفين كل حاجه كانت بتتكتب من فاتوره وخلافه وبتاع، لا تخلص من ده بقى، لان النهارده اصبحت تكلفه الورق عاليه جدا. ها، تكلفه الورق، واحنا في عالم اليوم، وانا بقول لكم عشان كده الاقتصاد ده علم الحياه. وهل الجماعه اللي هم بتوع الفاتوره الالكترونيه مش متعاقدين مع الاتصالات والكهرباء وخلافه وخلافه؟ كله بيخدم على بعضيه طبعا، وبالتالي كله بيأخذ وبيتم التوزيع فيما بعد. طيب الدول، مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط الرائدة في موضوع المنظومة الإلكترونية. مصر الشرق الأوسط، ماشي خلاص. طيب شيء مستحسن وشيء جيد، بس يا ريت الاقتصاد الخفي ينضم للاقتصاد الرسمي وننجح في كده. طيب
المنظومه دي لها مميزات، نتكلم من مميزاتها للاشخاص المعنويه، ثم للفرديين. للكيان المعنوي ابرزه الشركه. هو مين لا يخاطب بالمنظومه؟ الشركات، الشركات التجاريه. اولها بتخفف العبء الاداري على الموظفين. كالاول كل واحد محصل ضريبي، المجتمع المصري فيه 10 مليون واحد بيدفعوا ضرائب، محتاجين مقابلهم كم موظف يكون تحصيل الضريبه؟ عشرات الالاف. لا انا مش محتاج ولا موظف، انا اعملها الكترونيه. ابقى هنا خففنا ايه؟ عبء الموظفين رغم سلبياتها، لكن انا بتكلم عن الواقع. طيب اتنين، بتسهل عمليه اعداد الاقرار الضريبي. انت ممكن تعمل الاقرار الضريبي الكترونيا، تعمله ايه؟ الكترونيا. ايضا حسب وجهه نظر ايه القائمين عليها، ده بتحقق العداله الضريبيه ان الكل تحت اعين الدوله، ويمكن اكتشاف الاخطاء الرقميه بسهوله. هذه كلها مبررات. كيف انضم لهذه المنظومه؟ المنظومه دي انضم ليها ازاي؟ ده على افتراض 1% خضع لها الساده المحامين، ينضموا لها ازاي؟ في اليات. طبعا كان عايزيننا فتره 15 ديسمبر ثم 30 ابريل ثم 1 مايو ثم الوزير قال اخيرا اول السنه الماليه ما فيش حد يكسر. قال كده بالنسبه للاخرين، اما الساده المحامين لانه قلت لكم انياب ومخالب ممثله في النقابه بتاعكم، فالامور مع ده ايه؟ معلق على شرط ايه؟ واقف ولا فاسخ؟ عارفين الشرط الواقف ولا الفاسخ؟ بين السماوات والارض. عارفين شرط الواقف؟ ها؟ ايه شرط الواقف؟ مؤقت يعني. ها؟ هو الذي يترتب على تحقق وجود الشيء. مش حاجة خالص. الفاسخ الذي يترتب على تحقق فساد الشيء، مش على وجوده. ده الواقف وده الفاسخ. ايوه يا شباب، ماشي. اولا مراحل انشاء الفاتوره الالكترونيه. اولا بتسجل عن منظومه في موقع الكتروني، بتدخل عليه بتسجل عليه بيانات معينه. عايز اقول لحضرتك، اتفضل خليكم معانا. احنا كلنا كده عايزين نفهم الطريقه دي. احنا عرفنا اللي لنا واللي علينا. طيب. وانا هجيب لهم دوت والقرارات ده وهجيبه لهم وهوزعه، كل واحد هياخد. طيب. لان هم صوت اللي بيخرج ده اساسا اللي بيخرج مش هينطبق. اقفل يا ابن الباب، هو مش هينطبق عليكم خالص. المفروض تسقفوا لسياده النقابه. احنا جايبينه وانا جايبه. لا لا يا بيه، احنا جايبينه قرار وكله، وكل واحد هيديله قرار. كل واحد هيديله قرار فيه. طيب خلي بالك، احنا كل واحد منظور الالكترونيه دي، احنا بالنسبه لنا احنا قعدنا جلسات مع رئيس الضرايب وزير اعادته والكلام ده كله، احنا كلجان مع اللجان بتاعه الضرايب، وابتدينا لان فعلا احنا مش هنطبق علينا الموضوع خالص رسمي، واحنا خدنا القرار ده، ويمكن احنا اعلناه على موقع النقابه، اعلناه على موقع النقابه. بس انا هجيب لكم بقى على ما مكتوب، يعني عشان يبقى ايه كل واحد فاهم ايه اللي ايه واللي عليه. نعم. انا عايز اقول حاجه يا باشا، ده المنظومه الالكترونيه دي ايه؟ ده فرع من فروع الضرائب اللي احنا بنتحاسب عليه. يعني عندنا احنا بنتحاسب على ضرائب قد ايه؟ بنتحاسب على حوالي 7 انواع من الضرائب. اكتر من 7 انواع. شوف احنا لسه برضه ما وصلتوش للمرحله دي، احنا بنتحاسب فعلا على 7 انواع من الضرائب او 8 انواع من الضرائب. الرسوم. ماشي؟ وده طبعا بياخدوا علينا رسوم. فاذا ده احنا عايزين نوصل ليه؟ لان لما نقول او احنا اتكلمنا في الموضوع ده برضه، احنا عايزين وعاء محدد. محدد ينصب فيه الضرائب المستحقه على المحامي بس، وناخد ده يا اما من المنبع يا اما نسدد، بس يبقى ايه؟ حاجه معروفه ومقننه قانون. احنا هنعمل ده قانون، ما
فانما ما يبقاش عندي الضرايب راس المال والضرايب مش عارف ايه والضرايب وبدفع كله وانا مش عارف بدفع ايه. وكل سنه يجي لك تعالى يا فندم ضريبي تعالى ادفع ايه وتعالى ايه. ما احنا شفنا استاذ كان عامل ازاي، كم مصدر بندفعه، كم مصدر من الضرايب بندفعه. فاحنا عايزين نحدد ده ويبقى وياخدوا كل المستحق علينا رسمي. مع ممكن نسيبه يعطوا حته تمره او سور ممكن وحب على انت عارف انت اللي سدد ايه. يبقى ده ما دماغ خلاص من الضرايب احنا خلاص حسبناه بندفع وخلاص لنا اقل اكتر بس هندفع ويستقر امرنا. انما مش بنقعد على طول احنا كده للضرايب وعملت هات اقرار ضريبي ادفع مش عارف ايه يجي لك جواب الحبس يجي لك لا حاجات ما يعني حاجات مش ممكن ابدا انها تتفق معنا كمحامين محترمين لباب القانون. بالعكس احنا بالنسبه لنا احنا اساس اقامه الدوله، احنا اساس العدل في الدوله، احنا اساس استقرار الحياه احنا كمحامين، لان احنا الوحيدين اللي في بلاد القانون والدوله قايمه على القانون والمجتمع بالقانون والمحامين هم اللي بيطبقوا القانون. فاذا لازم احنا لازم نستقر ويطلع قرار والقرار ده احنا نبقى كلنا خلاص امرنا حسم بالنسبه للموضوع. انما احنا كل يوم بيطلع لنا قرار ونقعد نناقشه ويستقر وبرضه شغال القرار وبالنسبه لنا بنحمي كل ده. النهارده قرار الفاتوره الالكترونيه دي كم اللي هو والضريبة المضافة؟ مش كم برضو عارف وبندفع لحد دلوقتي وعاملين بروتوكول والكلام ده كله. طيب احنا ما بنستقرش يعني مع ان الامر بالنسبه لنا ده بالعكس ده دوله هتستفيد منا جدا لان احنا هندفع مبلغ محدد علينا نصف سنه نصف سنه او كده. انما احنا النهارده بيجي لك ضريبه انت مش عارف بتاعت ايه. كويس طيب بالظبط كده. فعشان كده ده اللي احنا عايزينه. وبعدين احنا عايزين يا دكتور ايه اللقاءات واللجان والكلام ده كله ما بيجيبش نتيجه. نعم عايزين قرار عايزين قانون يبقى كل واحد عارف ايه. انما كده ما ينفعش يا ساتر يا معلم. احنا بنتكلم دلوقتي كهدف عام تعديل المنظومه الضريبيه بصفه عامه في مصر مطلب جماعي. المنظومة الضريبية الحالية أقولها وأكررها بكل اطمئنان وثقة مهما جلبت من الموارد فهي منظومة غير عادلة لا تحقق أدنى قواعد الضريبة وهي قاعدة العدالة والملائمة. دي من المسلمات. أما بالنسبة للمحامين كما تفضل سيادة الأمين أننا يجب أن نختزل أو نجمع كل الضرائب المفروضة على المحامي في شكل مبلغ مقطوع يدفعه المحامي. النهاردة السيد المحامي بيقطع لأكثر من نوع من الضريبة، ضريبة مهنة. إذا سلمنا بأنكم إيه مهنة فقط في ضريبة دخل، ما ممكن محامي عنده كم أرض زراعية كم فدان عنده عمارة عنده سيارة عنده ضريبة الثروة العقارية. والكمان المشكلة كمان في ضريبة التصرفات العقارية. الضريبة دي كنت عاوز اشرحها لكم بالتفصيل. الضريبة دي مع المحامي ممكن يبيع بيت او يأجر بيت او يبيع محل او يأجر محل او يشتري اسهم او يبيع اسهم. الله هفرض عليه كمان نوع من الضريبة. أبص ألقى المحامي بيمارس دوره في الدولة في سن التشريعات وأقول له أنت محجوز عليك. من ليه؟ أنت عليك ضريبة من سنة كذا وعليك ضريبة نوعها كذا. خلي بالكم إذا في أنواع متعددة من الضرائب. القيمة المضافة أصبحت مبلغ مقطوع. طب الضرائب اللي جاي كلها دي السبع أنواع أو الثمان أنواع دول ما تجمعهم في ضريبة واحدة وافرض عليا مبلغ مقطعي انا عارف انا بدفع ايه وخلاص اعفيني بقى اعفيني من تحكم كثير من الجهات.
هو النهارده المحامي بيتعامل مع مين؟ اكثر تعامل المحامي مع مين؟ مش مع المحاكم، مش مع المحاكم وبعض الشهر العقاري، في حاجه تانية غير كده؟ ثم بيتحاكم بقى مع مؤسسات بقى بامور اخرى، لكن اللي بالاماكن اللي بيتعامل معاها ويدفع مش المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها. خلاص اختزل لي او جمع لي كل هذه الضرائب في ضريبه واحده وهم مبلغ قطر، ودي من ضمن المطالب. لكن ان شاء الله كما وعد معالي وزير الماليه ان في تعديل تشريعي وفي تعديل للمنظومه الضريبيه كلها، المنظومه الضريبيه اللي بتؤدي الى زياده الحصيله لا التهرب من الضريبه. ده بالنسبه ايه للضريبه. اذا يا ساده يا محامين، كل اللي عاوزكم تعرفوه انكم تقراوا وتفهموا اولا قانون الضرائب على الدخل 91 لسنه 2005، ده الاساس اللي احنا ماشيين عليه. اثنين قانون الاجراءات الضريبيه الموحد اللي هو 206 لسنه 2020، 206 لسنه 2020. لو فهمتوا هذين القانونين واشتغلتم كمحامين هتجلبوا مال، هتجلبوا مال وهترفعوا عن كاهل كثير من الموكلين امور كثيره جدا. لو فهمتوا هذين القانونين، قانون 91 ل 2005 والقانون 206 لسنه 2020 اللي هو قانون الاجراءات الضريبيه الموحد، وده قانون اجرائي، اجرائي وليس موضوعي. والقانون الاجرائي زي قانون الاجراءات الجنائيه، اول ما بتحب تبطل جنايه بتتكلم في العقوبات ولا بتتكلم في الاجراءات الجنائيه؟ بتتكلم في بطلان الاذن والتفتيش ولا بتتكلم في حاجه تانية؟ او كذلك الاجراءات الضريبيه. لو انتوا فحصتوه وقراتوه كويس هتلاقي في شغل كويس جدا للمحامين، للساده المحامين، ازاي تبطل اي ربط ضريبي جاي عليك. وبالمناسبه زي ما قلنا النهارده التقادم الخمس، التقادم الخمس مفيش حد يعرف عنه حاجه. تقادم، التقادم الخمس ازاي؟ ان انا مثلا عليا ضريبه ولم اخطر بها الا بعد خمس سنين من ايه؟ من تقريرها سقطت. وهو ده بيحصل؟ يبقى انا سقطت واحده. ما حصلش والله. لا حصل. لا انا سقطت. لا انا سقطت. لا احنا بقى الحكومه هيبقى في تقادم والحكومه لا. انا فوجئت من حوالي اسبوعين وانا كنت في روسيا وكعميد لاحدى الكليات هناك ونازل مصر، ولقيت من اسبوعين البنك بيبلغني ان محجوز عليا. قلت لهم ليه؟ محجوز عليا ليه؟ فروحت افهم، قالوا انت بعت بيت سنه مش عارف كام والبيت ده ما دفعتش عليه ضريبه التصرفات العقاريه. قلت لهم مين قال الكلام ده؟ واسمي رباعي ولقيته حاجز على الراتب بتاعي. بكل بساطه رحت لقيته حاجز مبلغ كام بقى؟ اضرب رقم كده 500,000 جنيه. ماشي ازاي؟ قلت لهم ده رحت روسيا وجيت وانا عميد ما جبتش ربع. انا 500,000 جنيه ليه يعني؟ وحاجز على الراتب. خلاص؟ فقعدت ابحث. انا عارف ضريبه التصرفات العقاريه. لو سالتكم انتوا ضريبه التصرفات العقاريه كام في المية؟ 2.5 ايه؟ في المية. مين بيدفعها؟ هل ممكن يدفعها المشتري؟ انا متأسف هل ممكن يدفعها المشتري؟ لا بالتراضي. واذا نص عليها في العقد، افهموا دي كويس، ولذلك افطنوا كويس وتعملوا عقد بيع، عقد بيع، ولقيت البيع ده فيه اجحاف الزم بها المشتري. ثانيا اوعى تعتقدوا في خطا بيع فيه محامين كتير قوي يقول لك نرفع الدعوه ها في قريه من القرى محافظه من المحافظات عشان ايه؟ مش مفروض عليها ضريبه التصرفات العقاريه. هو نسي ان الضريبه تفرض على ايه؟ على عين التداعي. على عين ايه؟ التداعي، مش على شخص المدعي، على عين التداعي. هو الفتره الجديده والمحكمه هنا جنبنا في خلاص هياخد على هناك. ثم ثانيا عشان تعرفوا برضه المفترض ان الربط الضريبي او الواقعه المنشئه للضريبه ايه؟ الضريبه العقاريه. الواقعه المنشئه للضريبه العقاريه يا شباب ها؟ التسجيل. افهموا كويس. و
ودي من الامور اللي ممكن تبوظ بقى اي قضيه. افهموا يا شباب، الواقعه المنشاه للضريبه العقاريه واقعه التسجيل، وهذا حكم محكمه النقط في اكثر من حكم. اما يطلع لي قانون او قرار يقول لي الواقعه المنشاه للضريبه هو العقد سواء اكان مشهرا او غير مشهر، وبناء عليه اذا كان معك صحه توقيع عليك ضريبه. ده من الناحيه الدستوريه والقانونيه غير صحيحه. شوف ساعه توقيع، اي مش مساحه نفاذ وساعه نقبل بقى بساعه نفاذ. معلش دلوقتي بينفذوا في المحاكم كده. ده في المحاكم ده بساعه توقيع، ده مدعى عليه ساعه توقيع. اقدر اقول له انت عليك كذا بحكم كذا، اي ويبلغوا بعض ساعه توقيع. لكن في الناحيه القانونيه ما تبتديها تقولي الواقعه للمنشاه للضريبه العقاريه هي واقعه التسجيل، اما اذا كان العقد غير مشهر لا ضريبه عليه. أبقى أنتوا تعرفوا النقاط دي وتعرفوا التقادم الخمسي حتى تسقط أي حق أميري، أي حق أميري بمضي هذه المدة. هذه الأمور يا سادة يا محامين اقرأوها كويس، اقرأوها كويس وفهمها كويس، عشان ما تكتبي عقد أو تكتب عقد لواحد غلبان بيبيع بيت، بيأجر بيت، بيبيع شقة، بيأجر شقة. لا، ضعوا هذه الأمور في الاعتبار. إنه في الأصل خلي بالكم وتفرق البيع ده قبل 2013 ولا بعد 2013، الفرق ايه؟ طب لحد 2013 بقاعة التسجيل، ده هم لقوا الناس ما بتسجلش. وخلي بالكم خلي بالكم احنا عندنا في مصر ما يربو عن 25 مليون عقار. 25 مليون ايه؟ عقار. عارف مسجل منهم كم؟ مفيش. خلي بالك مفيش ولا. طب وده ايه؟ العيب فين؟ العيب في منظومه المنظومه نفسها. العيب في الحكومه المنظومه نفسها. تعرف التسجيل ده قعدت عملت بحث عشان اترقى بروف سنه كام، فعملت بحث عن النظام الضريبي والعقاري في مصر، فكتبت عارف كان ممكن يوفر كام لو انا سجلت هذه العقارات؟ ما يربو عن 200 مليار جنيه لخزانة الدولة. ده حقيقي. لو انا فرضت على كل عقار 10,000 جنيه فقط، مبلغ مقطوع. كله كان هيحب يسجل لان التسجيل انت المستفيد، هتقترض عليه كل حاجة، هترهنه انت المستفيد. انا طبعا اطلت عليكم لكن الحديث معكم شيق، واسقلت على معالي النقيب ماشي ازاي، واسقلت عليكم، لكن ان شاء الله نلتقي في المحاضرات القادمه. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.